انت نصاب حلوين كثير نصاب للكل مين ما بيجي بس هاي امها ما حدا هم كيف فيكم ها كيف فيكم كلكم انت طالع على الفضاء اليوم طالع طالع على الفضاء بس كتير حلوة هاي طيب يلا مين بعد فيه جاي لألي أنا بدي منك شغلة بدنا نحط كل تقلنا فيك لأنه حسين عم ترجعي لورا ليه بارح مثلا عم بتغني غنيتي بزلعيمك لاحظت إنك غنيتي بزلعيمك هذا اللي بدي أعرفه بزلعيمي حسيت إنه بغني من عادي يعني لا يعني هاي من زلعيمك كان مش صدرك كان من زلعيمك هيدا اخطر الصدر تريبيان ما نحن عم نشتغل على صوت الصدر نروح على صوت المستعار بس يلي عم بيصير بس توصلي على صوت الصدر النوتة العالية اعلى شيء بصوت الصدر ما عم تقلبي على صوت الراس انت هلا بدي منك شيء جديد خلص صرنا نعرف انه انت بتغني هيك وصوتك هيك وكل شيء بدي توصلنا احساس اهم من يلي عم تعطينا اياه هلا لانه وصلنا على نص البروجرام ونكزه صار لازم تعطونا شيء جديد مثلا هو بلش حسوب بلش هون ولازم نوصل لهون ما هيك من مشي بلش يطلع وصلنا لهون بارح حسينا كل الاساتذه حاسه الفرق شيء كتير حلو وانتو شيء انت بلشت هون ما هيك ايه وصلت لهون وقفت هون ليه بدك تطلع من حالك ne te contente pas de ce que tu fais actuellement tu dois donner plus وانت مثل انيس يلا بدك تطلعي من حالك ما في لانه وصلنا على وقت سيف فيني هلا كل جمعة حدا بده يظهر برا ما في بدك تشتغلوا مثلا كوني ماشيه صوت كبير شوي اختفى الصوت ايه فكري بس كيف بدك تفتحي تمك وتجيبيه لقدام سيتو هيدا شغلتك هلا كيف قفلتي كيف عملتي بتغني كتير منيح فهمنا يلا تيب العادية شو قلنا علمي؟ أوكي. ما هيدا اللي بترد لك إياها لورا مي لقدام بعد دبية لقدام وصوت راس هيدي راس هدي كله صدر صدر مدام بس كتير صغران يعني صغران الأول قصدي ليش قبل كانت تعطي صوت صدر قوي كتير يبين يعني كانت تصرخ قبل ايه هلا عم بتغني كنت بشد شوي ايه كيف لكن كلكم رح تكملوا بس عم بحكي بس صوت الكبار بيكونوا معودين على الباور الكبير وهيدا ما بيشوفوا بتمرق الغلطه قدامهم ما بيقشعوها ولا بيسمعوها ما بيشوفوا ما بحسوها تعود فاضل تتعذبي هلا يا بنتي ما تتعذبي بالاخر لانه بدنا نوصل اذا الله رضى اكسلون هاي بدها زحفه فضا صارت لورا برضو لورا لكن افتحي تمك تلوع بطر وقرف رف الفضا ايه فلا ما بدها تبين رني دوني الفضا وكفاية عمري هيدا شو؟ هدية ماما جايبها لك من مصر خلي لك اهلك لا ما نفتحها الله انا نفسي من الاساتذه اللي بتطلع اول كانوا عطوا الاساتذه شهور عايز اعرف ايه عم بتطلع بالاهرام بس رحت انا وولادي كانوا صغار انا اللي رسمت طلعت على الربع وولادي كملوا لفوق جيبوا لنا غير علبه هلا
ياي صحن ياي كيفك؟ شو حلو شو حلو كثير حلو. انا اجاني مره كبيات هيك ياي. اذا في مجال ولا سوسبي لحظه بس سوسبي نو يا قلبي عملتي الصوص وصلتي للبي رخيتيها ممكن حضرتك تقولي لي مره انا عمري ما عملتها سوسبي انت ليك شو عملتي سوسبي رجعت رخيت وانا قفله يعني هي خليها مقفله ايه وما تشدي يلا انا ما بدنا نشد على الصوت اليوم سوسبي شو بيساعد صوت الراس جدا ومتى كبر خالص بس ليه الواحد ما بيحبه لانه بكون بعده صغير بده الشغل والانسان بده شيء هيك هين بده شيء يتقدم دغري ايه لا شديتيها نزول يا قلبي خي كم ساعة يا بس علي لي هون لعيم قلت له قلت له ليه غيرت لانه غير لون كان مع احلامي مش قدام هلا صح فلتت منك رحت لورا شيل ايديك من جيبك برجع غنيها من الاول من الاول جاكسون لا لا كمل يلا نسيم يلا 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 ستوب ده بتجيبك ليام وتندمي يا غدارة كيف نسيتي الاحلام غادي تلقي المرارة رسمة لي غير كلام والحب فيك خسارة عيشتي وهم وتعرّت الستارة سيري صافي سيري, سيري شوفي لك واحد غيري ما غاديش نرجع ليك مهما قاعدين سيري صافي سيري شوفي لك واحد غيري شفتوا كيف تغيرت البوزيسيون نرجع ليك مهما قاعدين برافو ابني اذيني خلص برافو بتعرف شو عملت بتعرف شو عملت كان قبل يروح هيك كثير لورا ايه هلا عم يجيبهم لقدام شقل لانه شقل عم حاول كثير ايه برافو هلا هي صارت هيك صارت هي اقل تعريضه وصارت تفتح تم بغير طريق ما بقى هيك هيك يلا لانه رحت لورا ما بحياتكم تتقلدوا المغني هاد كاركترنا فيه خد مش بس الكاركتر البوزيشن يلي متعلمينا بتاخدوها اوكي هيدي شخصية كل واحد منكم هي احفظوها للاخر بزي كمل
يلا وطي شوي بليز، بدك توطي. ايه فولا. يعني بني حناي وجرحني جرح. خلي الميكرو بس تعي لهون. شو تذكري شو قلت لك؟ هيك ما في مثل نسيم. اوكي لا قديه ايه انت وياها لي غراند فوا. قال صعبان علي وبيطمن عليا، قولوا له لسه عايشه وكل شيء حلو في عينيا. قال صعبان علي